بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد جدا بكم النهاردة وسعيد أن أنا أشارككم محتوى عن التسنين. هنتكلم عن أعراض التسنين، هنتكلم عن النصائح اللي بتساعد على التخلص من أعراض التسنين، هنتكلم عن الأشياء التي يجب تجنبها أثناء التسنين. أما نتكلم في البداية عن التسنين، خلينا نقول إن الأسنان بتبدأ في الظهور عند سن 6 شهور، ومعظم الأطفال ما بين 4 ل8 شهور. لكن لازم نبقى فاهمين كويس قوي إن إحنا ان الطفل لما يوصل من 2.5 سنين ل3 سنين بيكون اكتمل عنده 20 سنة، يعني يجب ان يكتمل من 20 سنة من 2.5 ل3 سنين. طب بشكل بسيط، ايه اعراض التسنين؟ نقدر نقول التهاب واحمرار في اللثة، سيلان في اللعاب، الطفل بيدخل اصابعه جوه بقه وبيدخل حاجات ويدانه يعضعض فيها بشكل مستمر، بعدم ارتياح الطفل بشكل عام، واحيانا اضطراب في النوم، فقدان الشهية، ارتفاع بسيط في درجة الحرارة. وما نيجي نتكلم عن ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، مش بنقول الارتفاع، بنقول طفيف بسيط، يعني مش ارتفاع كبير، لان ارتفاع كبير في درجة الحرارة ده ممكن يكون بسبب مثلا التهاب في اللوز او الاذن او نزلة معوية، فمش عايزين نخلط الامور ببعضها يعني. فما نيجي نتكلم عن ارتفاع بسيط، يبقى ارتفاع بسيط في درجة الحرارة. برضو الإسهال من ضمن الأعراض للتسنين. طب هي النصايح بقى اللي بتساعد على التخلص، ايه هي الأعراض او هي النصايح اللي بتساعد على التخلص من أعراض التسنين؟ نقدر نقول ان في عضادة التسنين دي بنخلي الطفل يستخدمها ويعض فيها علشان نقلل من الألم اللي موجود عنده. طبعا يفضل استخدام الانواع المطاطية منها، يفضل وضعها في التلاجة علشان تكون باردة وتقلل من الالم والالتهاب، ممنوع وضعها في الفريزر لانها بتزيد من الالم اذا كانت مجمدة. يبقى نعيد هذه الحاجات دي تانية كويس اوي. يبقى اول حاجة قلنا النصائح اللي بتساعد على التخلص من اعراض التسنين، قلنا اول حاجة بنستخدم عضادة التسنين. عضادة التسنين دي بنستخدمها الطفل عشان نقلل من الالم، بنستخدم النوع المطاطي منها، بنفضل ان احنا نحطها في التلاجة عشان تكون باردة وتقلل من الالم والالتهاب، يفضل ان احنا نحطها في الفريزر لانها بتزيد من الالم لو كانت مجمدة. تاني حاجة بنستخدم جل مسكن للثة. جل مسكن للثة طبعا موجود في كل الصيدليات، ممكن تجيبه مثلا من اشهر الحاجات اللي موجودة والرخيصة برضو موجودة، حتى اتذكر ما كنت في مصر يعني كان ب3.5 جنيه مصري البيبي دينت جيل، يعتبر من ضمن الحاجات الرخيصة والكويسة. ممكن نستخدمها كدهان على اللثة بقطعة قطن من 2 ل3 مرات في اليوم. تاني البيبي دينت ده دهان على اللثة بقطعة قطن من 2 ل3 مرات في اليوم، وده تقريبا ب3.5 جنيه مصري، معرفش زمان السعر غلي ولا لسه زي ما هو. الطعام او الأطعمة، بنتكلم طبعا بصفة طبيب تغذية، فما نيجي نتكلم عن افضل الاطعمه، نتكلم الاطعمه البارده والخفيفه زي الزبادي والتفاح المهروس. بالنسبه للمشروبات نقول ميه بارده في ببرونه، نقول الميه البارده في الببرونه ويشرب منها الطفل للتخفيف من الالم، دي برضو من ضمن الحاجات اللي نستخدمها. تالت حاجه اللعاب، عاوزين نمسح اللعاب باستمرار بقطعة قماش نظيفة لمنع التهابات حوالين الفم. يبقى مسح اللعاب باستمرار بقطعة قماش نظيفة لمنع الالتهاب حوالين الفم. سادس حاجة بنتكلم فيها ارتفاع درجة الحرارة البسيط، يعني ممكن نستخدم ليه الباراستيمول لبوس او شراب لتجنب ارتفاع درجة الحرارة البسيط، ولو ما استخدمناهوش يبقى الحاجات اللي احنا قلناها كافية. وانا بقول لسنا بحاجة ان احنا نستعمله كمان يعني، لكن لو ناس عايز يعني عشان درجة الحرارة البسيطة اللي موجودة عند الطفل ممكن ترجع لدكتورك ولا حاجة، طبيب الاطفال الخاص بيك، ولو كده يكتب لك باراستيمول لبوس او شراب عشان درجة الحرارة البسيطة.
احنا قلنا درجة حرارة بسيطة وليست كبيرة، لو درجة حرارة كبيرة ممكن بيبقى ممكن ان احنا بنشك ان في التهاب لوز او اذن او نزلة معوية، فلازم نرجع للطبيب بتاعنا علشان نتأكد احنا عندنا ايه بالظبط. تعالوا نتكلم ايه هي بقى الاشياء التي يجب ان نتجنبها اثناء التسنين. ايه هي الاشياء التي يجب ان نتجنبها اثناء التسنين؟ اول حاجة ممنوع تناول الطعام الناشف لانه بيزيد من التهاب اللثة وبيجرحها. يبقى ممنوع تناول الطعام الناشف لانه بيزيد من التهاب اللثة وبيجرحها. تاني حاجة ممنوع وضع الكحول على اللثة. تالت حاجة ممنوع اعطاء اسبرين للطفل او وضعه على اللثة تجنبا للري سيندروم. يعني ممنوع استخدام اي جل بيحتوي على البنزوكايين زي دينتوكايين. يبقى ممنوع اي استخدام اي جل بيحتوي على البنزوكايين زي الدينتوكايين. برضو من ضمن الحاجات اللي احنا قلنا كده، ممنوع تناول الطعام الناشف، ممنوع وضع الكحول على اللثة، ممنوع اعطاء الاسبرين للطفل او وضعه على اللثة تجنبا للري سيندروم. ممنوع يعني من ضمن الحاجات، اعتقد كده احنا قلنا اغلب الحاجات اللي احنا يعني يجب ان احنا نتجنبها. لو هنلخص الكلام ده كده في خلاصة بسيطة في نهاية الحلقة بتاعتنا بشكل بسيط، نقدر نقول ان التسنين بتاعنا ان التسنين يعني بيبدأ ظهور الاسنان عندنا عند ست بمتوسط 6 شهور، يعني نقول من 4 ل8 شهور، بتختلف ممكن قبل كده او بعد كده بالنسبة للاطفال، لكن بشكل برينج متوسط 6 شهور. قلنا اهم شيء من 2.5 ل3 سنين بيكون اكتمل عنده 20 سنة. قلنا الاعراض التسنين الاساسية زي التهاب واحمرار في اللثة، اسهال، ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، فقدان في الشهية، الطفل يعضعض في اي حاجة حواليه، سيلان في اللعاب، اسهال. برضو قلنا النصايح التي تساعد على التخلص من اعراض التسنين، قلنا عضادة التسنين وجل مسكن للثة زي البيبي دينت مثلا، وقلنا الاطعمة المهمة جدا زي الزبادي والتفاح المهروس، الشراب مية باردة في بيبرونة ويشرب منها الطفل للتخفيف من الألم، اللعاب مسح اللعاب باستمرار بقطعة قماش نظيفة لمنع الالتهابات حوالين الفم، ارتفاع درجة الحرارة بسيطة ممكن ولا ويعني لا ننصح به إلا باستشارة طبيب الأطفال الخاص بيك، اللي هو استخدام الباراستيمول لبوس أو شراب. طب إيه هي الأشياء التي يجب تجنبها أثناء التسنين؟ نقدر نقول ممنوع وضع الكحول على اللثة، ممنوع إعطاء إسبرين للطفل أو وضعه على اللثة تجنبا للري سيندروم، ممنوع استخدام أي جل بيحتوي على البنزوكايين زي الدينتوكايين، ممنوع تناول الطعام الناشف لأنه بيزود من التهاب اللثة وقد يجرحها. وبكده تكون خلصت الحلقة بتاعتنا النهاردة. لو حسيتي ان انت استفدتي من هذا الفيديو يعني ساعدينا في نشر هذا الفيديو فالدال على الخير كفاعله. كان معكم الدكتور احمد عطية الدهشان طبيب تغذية في اسطنبول. دمتم بصحة وعافية.